السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نبلش ليفل الانترميديت للمرحلة الثالثة، وراح نبلش إن شاء الله بيونت 1. طبعا يونت 1 هو مراجعة لما تم أخذه سابقا، لذلك المفروض تسوون مراجعة للأزمنة هذه اللي قدامكم، اللي هي طبعا present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect وال passive voice. طبعا شيء اكيد احنا راح نغطيها ان شاء الله باليونيتات اللاحقه بصوره تفصيليه، لكن اللي ارجوه من عندكم انه تراجعوها حتى انا تستذكرون شنو اللي اخذتوه انتم، لان حتى بالاعداديه انتم ماخذين هذه التنسز. طبعا يونت 1 هو يركز بمراجعه شامله على هذه التنسز، وكذلك يركز لكم على الأفعال المساعدة auxiliary verbs وشون نستخدمها في قواعد اللغة الإنجليزية. طبعا هذا التابل نشوفكم لـ 23 auxiliary verbs اللي موجودة باللغة الإنجليزية. كذلك اللي أرجو من عندكم أنه تراجعون كل هذه auxiliary verbs، ولازم تعرفون كل فعل مساعد وين وش وقت نستخدمه ويا أي فعل، يعني شو وقت نستخدم is يصير نستخدم أو شو وقت نستخدم are. طبعا تعرفون المفرد والجمع والis للعفو الواز مالت الis اللي هي بالماضي، أو الwhere ويا الار للماضي. كذلك لازم تعرفون شو وقت الdo والdoes والdid، يعني هذه انتو كلها موجودة يوتيوبات تشوفكم مراجعة شاملة للأفعال المساعدة واستخدامها. طبعا مثل ما تعرفون الافعال باللغه الانجليزيه الفيربز عندنا ثلاث انواع من الافعال، عندنا الاوكسيلري فيربز، وعندنا الموديل اوكسيلري فيربز، والفول فيربز. شنو الاوكسيلري فيربز؟ الاوكسيلري فيربز اللي هي دو بي اند هاف. طبعا انتم لازم تعرفون الدو شنو هي الافعال مالتها، والبي شنو الافعال مالتها، والهاف شنو الافعال مالتها. فلازم تعرفون ان الدو دو داز والماضي مالتهم الديد، البي الاز والار، واذا ماضي نستخدم الواز والوير، والهاف مثل ما تعرفون الهاف هاز والماضي مالتهم الهاد. راح نشوف احنا شو وقت نستخدم هذه الافعال كافعال مساعده، وشو وقت نستخدم هذه الافعال ك فول فيرب، يعني كفعل إلها معناها الخاص. كذلك عندنا النوع الثاني اللي هو Model Auxiliary Verbs اللي هي Must, Can, Should, Will, Would and so on. هذه أيضا تستخدم كأفعال مساعدة، لكن الفرق بين Model Auxiliary Verbs والAuxiliary Verbs إنه Model Auxiliary Verbs دائما تجي وياها المعنى مالتها، يعني بيها معنى. يعني مثلا Must refers to obligation، الكان refers to ability يعني القدرة اللي انت، يعني اي قدرة، مثلا تقول I can do this يعني لك القدرة ان تقوم بهذا العمل. الفول verbs اللي هي all other verbs، يعني مثلا run, play, read, see and so on، كل الافعال الاخرى هي تجي كفول verbs. طبعا do, be and have وافعالها can be used as a full verbs with their own meaning، يعني هاي الافعال تجي بالجملة وإلها المعنى الخاص مالتها، يعني ما تعتمد او ما تساعد فعل ثاني. فشون تجي هاي الافعال مساعدة as a full verbs with their own meaning؟ فدائما شلون نعرفها، يعني انه هذه full verb or auxiliary verbs. طبعا مبينة من الجملة. ناخذ مثال افعال الدو، عندنا مثال she does a lot of business in America. فدا تشوفون انتو احنا عندنا فعل واحد اللي هو does، فهذا معناها انه ال does اجت as a full verb as an auxiliary verb. ليش؟ لانه ما عندنا بس فعل واحد، يعني ما يصير تقول she a lot of business in America، ما يعني هو full verb جاينا، لازم you must say she does a lot of business in America.
كذلك I do my homework on Friday. ما عندنا بس فعل واحد. ما يصير تقول I my homework on Friday. فهو هنا do جاي as a full verb. كذلك ال be. We are in a class at this time. ما عندنا بس فعل واحد. We are. ما عندنا بس فعل واحد. He was at work yesterday. ده تشوفون احنا عندنا الواز اجت بعدها. فهنا تستخدم as a full verb. ال have. They have four kids. تشوفون ال have جت as a full verb. ما عندنا فعل ثاني. He has a lot of problems. تشوفون انه ال has جت as a full verb. احيانا ال have تجي وياها got. Have زاد got. هنا طبعا خلنا ناخذ هذا المثال. I have got a new job. من نقول I have a new job طبعا نفس المعنى يعني I have got a new job or I have a new job اثنينها بالضبط نفس المعنى ماكو أي اختلاف بالمعنى بس هنا الـ I have a new job have as a full verb تجي بس من أقول I have got a new job هنا have got الـ have جت كفعل مساعد للفعل للفول فيرب اللي هو got هذا الفرق الوحيد اللي بيناتهم طبعا بالمناسبة الاختصارات انتو لازم تعرفوها لان اتوقع انتو اخذتوها بال يعني المستوى الاول او المرحلة الاولى وايضا بالاعدادية فمن اشوف I have got a new job نكتبها I have got يعني بهذه الصيغة ايضا I have got a new job هذا السلايد راح نشوف شو وقت طبعا هذا السلايد السلايدات اللاحقه راح نستخدم كل افعال الدو والبي والهاف از ان اوكسيلري فيربز فراح نشوف بهذا السلايد شو وقت تجي البي وافعالها كافعال مساعده فعندنا قاعده دائما اذا جت البي وافعالها زائد فعل بي اي ان جي هذه to make continuous verb forms which describe activities in progress and temporary activities يعني دائما هذه يشير الى حدث مستمر ده يصير الان او حدث حصل بالماضي وتوقف فعندنا اذا اجتي الافعال المساعده حتى تسوي جمله اللي هي present continuous طبعا هنا أنا تشير هاي الجملة present continuous المفروض أنتم تعرفون إنه حدث ده يصير الآن فعندنا المثال he's washing his hair فده نشوف هنا أنا is اجتي ويا فعل آخر اللي هو washing فهنا أنا is هي عبارة عن فعل مساعد تساعد هذا الفول verb اللي هو washing فما نقول he's washing his hair يعني هو ده يقوم بعملية الwashing الآن بهاي اللحظة كذلك قد تجي هذه الأفعال البيوية حتى تكون الـ past continuous طبعا الـ past continuous يعني حدث كان مستمر في الماضي لفترة معينة يعني حدث في الماضي لفترة معينة وانتهى مثلا عندنا they were going to work فده نشوف انه الـ where اجت كفعل مساعد ويا الـ going يعني مثلا أنا أقول أسأل سؤال أقول مثلا طلاب الثالث قبل شهرين إيش كانوا يسوون أو مثلا وين كانوا يروحون فش أقول they were going to school فهذا الحدث يعني حدث قبل شهرين لفترة معينة من الزمن وبسبب الأحداث انقطعوا بعد ما يروحون للسكول أيضا تجي حتى تكون الـ present perfect continuous اللي هو المضارع التام المستمر فنشوف انه اذا اجتي هاي الافعال المساعده حتى تدل على حدث في الماضي وده يحدث الان وراح يحدث بالفيوتشر بالمستقبل فمثلا اقول I have been driving this car for 10 years يعني هاي السياره انا صار لي 10 سنين دا اسوق هاي السياره يعني من قبل 10 سنين بالماضي واني دا اسوق هسه وراح اظل اسوق هاي السياره بالمستقبل اذا مثلا بقت يعني ما عطلت فاقول I have been driving this car for 10 years فنشوف احنا have been اللي have طبعا been هاي ثابته دائما
اي شيء present perfect اي شيء perfect راح تشوف انه كلمة البين راح تجي بالجملة. فالهاف اجت كفعل مساعد للفعل اللي هو driving. I have been driving this car for 10 years. كذلك تجي هاي الافعال المساعدة حتى أن تكون جملة الـ continuous infinitive. طبعا الـ infinitive دائما انت تريد تقول فد شيء خلينا نقول صعب انه انت تسويه، او مثلا wish يعني تتمنى فد امنية. فمثلا مثال عندنا I would like to I would like to be lying on the beach right now. يعني تشوفون طبعا هذه الجملة بيها فعليا فعليا مساعد اللي هي I would would و ال be. فهنا أنا I would like would جت فعل مساعد لل like، وكذلك ال be جت فعل مساعد لل lying. ف I would like to be lying on the beach right now. القاعدة الأخرى أنه إذا جت هاي الأفعال المساعدة ويا past participle، طبعا هنا أي واحدة من هاي الأفعال المساعدة وياها past participle راح نشوف أنه هذه حتى تكون جملة بال passive voice اللي هو المبني للمجهول. فنشوف عندنا أول قاعدة إذا جت هاي الأفعال المساعدة مع past participle حتى تنطينا present simple passive يعني المضارع المبني للمضارع البسيط مبني المجهول للمضارع البسيط. فنشوف مثال عندنا this door is opened every day، فعندنا فعل المساعد is مع ال past participle opened هذه كونت عندنا present simple passive. فهنا أنا لازم جت كفعل مساعد، فاحنا نقول this door is opened every day. من هو اللي يفتح الدور every day؟ ما نعرف، فهي مبني للمجهول. ايضا عندنا past simple passive اللي عندنا مثال my car was stolen yesterday. من هو اللي stole the car؟ ما نعرف. طبعا past participle للفعل المضارع اللي هو steal، فنقول my car was stolen yesterday. was اللي هي فعل مساعد للfull verb stolen. ايضا عندنا الـ present perfect passive اللي مثل عندنا المثال the house has been redecorated. فده نشوف احنا عندنا الـ has اللي هو الفعل الـ have طبعا has been redecorated، فهذه جت الـ has كفعل مساعد. ايضا قد تكون عندنا الـ passive infinitive اللي هو this car needs to be fixed tonight. نشوف احنا ال B جت كفعل مساعد لل past participle fixed. هنا بس بدي اوضح نقطة، طبعا هنا ال B جت شنو؟ هذه ال past participle مال B، فهنا هذا ال B هنا جت ك full verb بينما ال has هي كفعل مساعد. عندنا إذا أجت ال have مع الـ past participle حتى تكون عندنا الـ perfect verb forms. طبعا خلوا ببالكم شباب انه اي شيء perfect معناه before، يعني من نشوف يعني من تسمع perfect هذه توحي انه يعني فد شيء حصل قبل الان. فاذا عندنا present perfect اللي هو present perfect هذا معناها انه الحدث حصل قبل الآن. إذا عندنا past perfect هذا معناه إنه الحدث حصل في وقت معين بالماضي، يعني مثلا في وقت معين قبل 3 أيام، هذا نسميه إحنا past perfect. فعندنا المثال he has worked in 7 different countries، معناه إنه هذا هو كان يعمل في different countries قبل الآن. فجت الـ has مع الـ past participle حتى تنطينا الجملة بالـ present perfect. He has worked in 7 different countries. has فعل مساعد الـ past participle فعل المضارع الـ work. أيضا عندنا الـ past perfect she was crying because she had had some bad news. فهاي الجملة توحينا أنه
هي كانت تبكي ليش؟ لأنه سمعت أو جتها أخبار سيئة، فكانت تبكي بسبب الأخبار السيئة. ف she was crying because she had some bad news. فإذا نشوف إحنا هنا had هو الفعل الماضي مال have، هنا إجا كفعل مساعد، بينما هاي had أيضا يعني هي ال past participle مال have إجت كفول verb. أيضا عندنا ال perfect infinitive. I would like to have met Napoleon. هو نابليون يعني مات من زمان، بس هو ده يتمنى انه هو يتمنى له مقابل نابليون. فهذه من نشوف احنا الهاف جت كفعل المساعد للباست بارتيسيبل ميت اللي هي مات، كونت لنا اللي ما يسمى بالبيرفكت انفينيتيف. طبعا دائما احنا من نشوف الفعل المساعد قبل سم prepositions، فعندنا هنا بهاي الحالة اللي هو to، فراح تكون to have met هي راح تكون يا إما اسم أو adjective أو adverb. فبهاي الحالة عندنا هي عبارة عن adjective، لأنه وصف نفسه أنه هو يتمنى له مقابل نابليون. أيضا تجي الأفعال المساعدة حتى تكون لنا negatives. طبعا بالمناسبة كل الأفعال الدو اللي هي عندنا الدو والدز والديد بالpresent simple والpast simple ما تجي. يعني عندنا بالpresent simple والpast simple there is no auxiliary verbs of do، بس نستخدمها احنا شوكت حتى ان يا اما نسوي questions تستخدم to make questions or to make negatives. فشوف احنا بهاي الحالة ده نشوف هاي الافعال ده كونت لنا جمل negatives. مثلا عندنا she works in a bank، فهنا ده نشوف احنا هنا الفعل هو عندنا works اللي هو full verb، فمريد نسوي negative لازم شو نضيف لها؟ نضيف لها فعل مساعد، فنقول she doesn't work in a bank، هذه سويناها negative. ايضا we have seen the moon، نريد نسويها negative لازم نستخدم ايضا فعل المساعد الهاف. We have not seen the moon. كذلك he went on holiday، فنستخدم فعل المساعد did الماضي مع do، فنقول he didn't go on holiday. فتستخدم الأفعال المساعدة بصورة كبيرة أو بصورة كثيرة جدا في تكوين الجمل negatives. أيضا تستخدم auxiliary verbs في تكوين questions و to answer short answers، عفوا to make short answers. فده نشوف هنا عندنا بالquestions what is she wearing، فنشوف هنا is احنا استخدمناها to make question. كذلك عندنا do I know you، فاستخدمنا الفعل المساعد do حتى نسوي سؤال. Why didn't they go out، كذلك did. What did you do to your eye؟ فنشوف احنا هاي الافعال المساعدة جميعها استخدمناها حتى نكون اسئلة او to make questions. كذلك ال auxiliary verbs and short answers، يعني نقدر نسوي نستخدم هاي ال auxiliary verbs to make short answers. فنشوف هنا بهذا المثال عندنا are you coming to the party؟ Yes I am. فده نشوف احنا هنا ال am اللي هو فعل مساعد حتى نمطي complete short answer. Does she like walking? No, she doesn't. Did John call you? Yes, he did. فاحنا نشوف هاي كل الأفعال المساعدة تستخدم بصورة كبيرة to make short answers or to make questions.